خلال جلسة اليوم عاود مؤشر تاسي كسر مستويات 11 ألف نقطة منخفضا في عام 2022 بنحو 2.6% ومتجها نحو أسوأ عام له منذ عام 2015. وفي التسعة أشهر الأولى من هذا العام شهد متوسط قيم التداول انخفاضا بنسبة بلغت 21% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 7.6 مليار ريال، كما تراجع متوسط عدد الصفقات إلى قرابة 368 ألف صفقة بتراجع يصل إلى 3.7%، بالإضافة إلى تراجع عدد الأسهم المتداولة إلى نحو 35 مليار سهم مقارنة مع 55 مليار سهم في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. تراجع التداولات بشكل عام أثر على أداء مجموعة تداول وهي المشغلة لتداولات السوق في السوق السعودية في انخفاض أرباحها في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أي بنحو 110 ملايين ريال. سهم تداول هوى بنحو 32% حتى أدنى سعر سجله السهم اليوم عند مستويات 158 ريالا، خصوصا بعد أن كان يتداول عند مستويات 209 ريالات الخميس الماضي، وهو في العاشر من نوفمبر يوم إعلان صندوق الاستثمارات العامة بيع حصة بمقدار 10% من مجموعة تداول بعد إغلاق السوق آنذاك. توقعات بيوت الخبرة العالمية حددت متوسط السعر المستهدف لسهم مجموعة تداول خلال 12 شهرا القادمة عند نحو 193 ريالا، أدناها كان من محللي جي بي مورغان بسعر مستهدف عند 151 ريالا للسهم، والأعلى كان من جولدمان ساكس عند 234 ريالا للسهم، فيما جاءت توقعات محللي سيتي بنك للسعر المستهدف للسهم عند 190 ريالا للسهم. للحديث عن ضعف السيولة وتأثيرها أيضا على مجموعة التداول باعتبار أنها المشغلة للسوق السعودي وأغلب وجل العملات تأتي من عملية التداول، ينضم معنا من الرياض محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية. مرحبا بك يا سيد محمد. هناك ضعف واضح في قيم وتداول في قيم وأحجام التداول في السوق السعودي، نرى تراجعات بلغت نسبتها حتى هذا اليوم 21% تقريبا أو 9 أشهر مقارنة بالتسعة أشهر من العام الماضي. تأثير ذلك على عمولات تداول، وبالتالي رأينا تراجعات في أرباحها خلال التسعة أشهر بلغت نسبتها 23%. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما في شك ان يعني عمولات التداول وايضا رسوم الادراج تعتبر من اهم مصادر الايرادات بالنسبه لمجموعه التداول، واساسا الشركه يعني من عده شهور وهي تعاني من ضعف واضح بالايرادات وايضا بصافي الارباح، وبالتالي عندها انخفاض في الايرادات وصافي الارباح على اساس فصلي وعلى اساس سنوي ايضا. وطبعا السبب الرئيسي هو بالتأكيد الانخفاض اللي بدأ فيه المؤشر العام للسوق من تقريبا سنة، وهذا بدوره طبعا أثر على أحجام قيم التداولات اليومية بشكل عام في ظل مخاوف أنه ممكن نشوف عمليات بيع متزايدة، وبالتالي الكثير من المتداولين يفضلون الانتظار وعدم التداول في ظل انخفاض الأسعار، وهذا بدوره طبعا أثر بشكل مباشر على إيرادات وصافي أرباح المجموعة اللي هي أيضا من جانب آخر ارتفعت مصروفاتها. يعني كان المفترض أن في ظل انخفاض الإيرادات وصافي الأرباح نشوف أن المجموعة تحاول التحكم بمصروفاتها على الأقل يعني إدارة الوضع بشكل أفضل، لكن مع الأسف كان أيضا هناك عندها ارتفاع كبير في المصروفات التشغيلية، وهذا بدوره طبعا أثر على صافي الأرباح أنها تنخفض على أساس فصلي ب 35% وعلى أساس سنوي بحوالي 22 أو 23%. وما زاد الطين بلة أن أيضا صندوق الاستثمارات العامة عقد صفقة مفاجئة في الحقيقة، مثل ما تطرقت قبل شوي بتقريركم قبل عدة أيام، ببيع 10% إضافية لل 30% اللي قام فيها عندما تم طرح الشركة لأول مرة، وبالتالي يعني اعطى اشارات الى ان يعني في ظل ان صندوق الاستثمارات العامه لديه نيه ايضا ببيع
عدد من الشركات مثل الاس تي سي على سبيل المثال وغيرها، وبالتالي مثل هذا الشعور يعني ان اكبر مساهم يعني قاعد يقوم بصفقات مفاجئه اعطى شعور يعني ضغط نفسي على مساهمي الشركه، وبالتالي شفنا السهم يهبط من مستويات كان فيها قبل حوالي عده شهور كان 245 ريال للسهم، اليوم مثل ما تفضلتوا يعني تداول عند تقريبا 160 ريال للسهم. طب هنا ما أسألك عنه سيد محمد، يعني كيف نفهم هذه التقييمات لبيوت الخبرة المختلفة حيال متوسط السعر المستهدف لهذا السهم؟ على سبيل المثال يعني تقول جولدمان ساكس نتحدث عن 234 ريال للسهم، سيتي بانك تتحدث عن السعر المستهدف لهذا السهم عند 190 ريال، والسهم الآن في الواقع هو تقريبا عند 160 ريال. كيف نفهم هذا التفاوت، هذه الفجوة في بين التقييمات وبين السعر الحالي بالسوق؟ سؤال جميل. عادة بيوت الخبرة هي لا تنظر إلى العوامل الحالية حاليا فقط، هي تنظر إلى العشر سنوات القادمة، وبالتالي تضع سيناريوهات لتقييم عادل لأداء الشركة، ماخذ في اعتبارها نمو الإيرادات، نمو المصروفات، صافي الأرباح، وتستخدم طرق إحصائية يعني معقدة، من ضمنها طبعا أهم طريقة المعروفة هي خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وأيضا طرق أخرى مثل تقييم الأجزاء أو sum of the parts مثل ما معروفة هذه الطريقة، وطرق علمية إحصائية متعددة، لكن أشهرها طبعا على الإطلاق هي خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وبالتالي يتم تقييم الشركة على أساس الوضع الحالي إضافة إلى المستقبل القريب على مدى العشر سنوات القادمة. في الوقت اللي سعر السهم هو يأخذ المعايير الحالية طبعا أو المعايير خلينا نقول المستقبل القريب جدا، يعني يأخذ في اعتباره مثلا الشهور القادمة فقط، ولا يأخذ في اعتباره النمو اللي متوقع الشركة تأخذه على مدى السنوات القادمة. وهذا يفسر التباين اللي يحصل، لأن المؤسسات المالية لما نتكلم حنا مثلا جي بي مورغان أو جولدمان ساكس لما يقول لك سعر السهم هو يقوله خلال 12 شهر القادمة حسب تقديرهم هم، يعني ولا وليس بالضرورة أن التقديرات هذه تأتي 100% متطابقة. نعم. هم يتكلمون عن ما يعرف بالإنترنسك فاليو أو القيمة الجوهرية حسب تقديراتهم هم، ودائما وأبدا سعر السهم في السوق يختلف عن القيمة الجوهرية، إما يكون أعلى أو يكون أقل. في مثل هذه الحالة هم يقولون أن السعر الحالي سعر السوق لسهم مجموعة تداول برأيهم أقل من القيمة الجوهرية، ويعني ليس بالضرورة أن يتطابق هذا، لكن هو تقديرات قد ترتفع مستقبلا قد تنخفض، يعني لكن جي بي مورغان طبعا الذي وضع مستهدفا عند 150 ريالا للسهم. نذكر أيضا أن هناك جانب آخر في مسألة الرسوم وأيضا استحصال الرسوم وزيادة الرسوم بالنسبة للتداول، هو زيادة الاكتتابات، نرى هذا العام 16 اكتتابا حتى هذه اللحظة. صحيح. على كل وصلنا معك إلى النهاية محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، كنت معنا مباشرة من الرياض، شكرا جزيلا لك.